كويس قوي سيدنا انه يعني معظم الناس اللي بيجوا من الاقاليم عموما او من الارياف او من الصعيد وبيستقروا في القاهره خلاص بقى بيبقى البيت القديم ده بيروحوه بقى في المناسبات او ما بيبقاش ليهم ارتباط قوي بيه، لكن ان هم يكون ليهم ارتباط بالكنيسه وبالاسقف ويحبوا يعملوا تجمعات مع بعض فدي حاجه يمكن حاجة مميزه يعني. ما انا بقول لحضرتك هو شعب ابنوب مرتبط ببلده قوي مرتبط بكنيسته قوي، والحقيقة بعد ما بدأت أنا حسيت بارتباط شديد، يعني هم يعني الناس اللي قاعدين في القاهرة يتصلوا بيا في كل كبيرة وصغيرة لما أجي يقول لي المقر الدير بتاعنا هنا، على تواصل دائم بيا، هم كمان على تواصل بأهلهم كبير فييجوا يزوروا أهلهم وفي كل المناسبات، فكانت فرصة كويسة أن عملت دول. سعى السيد المسيح إلى السامرية ويقول الكتاب أنه سار أكثر من 6 ساعات من الجليل حتى السامرة وجلس عند بئر يعقوب في وقت الساعة 6:00 وقال عنه الكتاب تعب وهناك تقابل مع السامرية وقادها إلى التوبة ولم يكتفي بل حولها إلى كارزة ومبشرة دخلت إلى مدينة السامرة وجعلت ونادت تقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يمكن واحد يستغرب لما السيد المسيح يبحث عن نفسه وحده، يمكن سهل علينا أن نشوف واحد يذهب إلى مدينة أو إلى شعب، ولكن السيد المسيح الذي يعرف قيمة النفس الواحدة سار 6 ساعات على قدميه وتعب وجلس عند بئر يعقوب وتقابل مع المرأة الخاطئة. أيضا أمثاله التي أعطاها لنا مثل الخروف الضال الذي ترك 99 وبال يبحث عنه وعندما وجده فرح به توضح قيمة النفس البشرية. خلي كل واحد فينا يشعر قيمة نفسه وقيمة خلاصه وقيمة محبة السيد المسيح له كراعي وكفادي. أيضا للسيد المسيح كفاد وراعي كان للكل. جاء السيد المسيح للبشرية كلها لم يفرق بين جنس ولا لون ولم يفرق بين أحد بل أعطى مصر قوية في المسيحية حب الكل. لذلك المسيحية لا تعرف غير الحب، لا تعرف غير التسامح، لا تعرف أن تبغض أو تكره أحد، بل المسيح علمنا أن نحب الجميع. لذلك سمع في تعليمه عندما قال أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم.